يو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جايز، كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله والشكر لله، أتمنى تكونوا بألف خير وبألف عافية. جينا اليوم في فيديو جديد علشان نشوف يعني الشخصية الجديدة، الشخصية المضحكة والشخصية اللي سكيلاتها كتير قوي وسكيلات متاعها يعني حلوة كتير وخرافية. راح تشوفوا، أنا لسه ما شفت كل السكيلات علشان أكون واضح معكم، لسه ما شفت سكيلات، شفت بس الاوتو اتاك والسكيل الاولى بس. راح نشوف يعني راح اشوف معكم السكيلات كلها. للحين الشخصيه كما تشوفون هي شخصيه بارتولوميو، الشخصيه راح تخرج بالليل ان شاء الله، يعني غدا، بعد غدا على الساعه 5 بتوقيت المغرب. الشخصيه كما قلت لكم هي شخصيه بارتولوميو، شخصيه اس اس وشخصيه صفراء، لان الشخصيه الاخرى راح نتكلم عليها بعد هذا الفيديو ان شاء الله، وراح تكون الشخصيه تاع ميهوك. راح نخلي هذا راح نخلي هذا الكلام الى الفيديو الاخر ونكمل في هذا الفيديو. كده كانوا عملوا يعني المطورين لايف ستريم في تيك توك وعملوا يعني الحركات، بيورجون الحركات متاع بارتولوميو في يعني في الارينا، يعني في المود تاع بي في بي، وهنا المود يعني يورجون الحركات وكذا، حاجات سبيشال اتاك والالتيميت والسكندري سكيلز وكل الحاجات بيتكلموا عليها. راح نشوف الشخصيه اذا بتستحق او لا، لانه الشخصيه راح تعجبكم ان شاء الله. يلا نبدا الفيديو ونشوف. اوكي، شو هذا؟ اوه، سو هذا بيستعمل الاوتو اتاك، يعني البيزك اتاك كما تشوفون هو يعني كابس عليها، لما بتبقى كابس عليها بيعمل شو بيقول، اظن حاجه بول، ما بعرف شو هي بس حاجه بول، بارير بول، بارير هي حاجز. سو حلو حلو حلو، انا كنت كان بيظهر لي انه هذا سكيل بس هذا بس البيزك اتاك بتاعه. اوكي، 然后来介绍一下一技能，首先是短短按是把这个屏障直接推出去。OK，这是一个比较好。可这里，比，يعني سكيلات اخرى بتخرج من هذه السكيل. سكيل ثانوي لهذه السكيل. راح نشوفها مع بعض. باريا. نايس 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 نايس. ستبقى تكبس مرة أولى مرة ثانية كما تشوفون. أوكي. الصوت نتاعو كبير يعني. يعني صوته بتحسو مرح. شو الكلب بيضحك؟ شو الكلب بيضحك؟ لما تقبس كما قلت لكم عنده سكيلات كثيرة قوي بارتولومي، عنده سكيلات لا نهائية. السكيل الأولى لما تبقى كابس عليها بيعمل البارير وبيبقى يجري عند الشخصية. كما شفت الكلب بيضحك. بارير كلاش. اوكي. 而且呢，同样它会有一个点按和一个长按的一个射击。那点按呢，就是直接。OK，直接。然后跳起来一个打球拍就挥出去了，直接是。啊，这是在在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 在
لما تبقى كابس شو اوكي.
كما قلت لكم الديفز لما عملت الفيديو بتحدث على الابديت وكذا حاجات اللي قادمه ان شاء الله في سنه 2024 يتحددوا على الكواليتي نتاع الشخصيات من ناحيه سكيلز. سو للحين بتشوف ان الكواليتي يعني خياليه, وراح نشوف الخيال لما بنشوف لما راح ينزل ميهوك ونشوف الحركات نتاعه. Okay. تكبس على سكيل ثانوية بتخرج لك سكيل ثانوية, لما تكبس على سكيل ثانوية بتخرج لك سكيل ثانوية تاع الاخرى. What? What the fuck? شفتوا؟ اوكي؟ الاخيرة؟ استعمل الاخيرة؟ اوه ماي جاد. كم سكيل برو؟ كم سكيل؟ Like what? للحين لسه ما شفنا يعني السبيشال اتاك والالت راح يكونوا خيالين, وحتى السكندري سكيل في اثنين ما شفناهمش. اوكي ورجينا. بيستولا. اوكي اوكي. باريا بيستولا. الانيميشن حلوة كثير. الانيميشن حلوة كثير. تعرف ايش لعبتك؟ بيفكرني بميناتو نتاع وان تاع ناروتو لما بيستعمل لما يكون متخانق مع اوبيتو وبيجي يجي له من فوق بالرسينجان. حلوة كثير. حلوة كثير. شو هذا؟ اه سيكندري سكيل. بيحبسه؟ هذه بس يعني انيميشن بيورجيك يعني الحد الاقصى تاع البوم. أظن إذا كان يعني شخصية بترمي بحاجات ممكن لما بتكون داخل هذا البارير لما بتضرب بسكيل ما بت يعني ما بتخش على البارير بتبقى في البارير يعني الداخل. اوكي هاو يستعمل الباريه؟ لا يعني ما عمل تايمين. شفت؟ بيحاول يرد يعني يرد الهجوم بتاعه ولا يعمل الكونتر. هاو الالتي؟ اوه اوكي 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 خليني نشوفه مره ثانيه. اوكي حلو 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 بس لما ينزل ميهوك عايز تورجوني يعني تورجوني التيمت خيالي من جميع النواحي التيمت يعني بالليفل متاع وايت بير. انا بعرف انه بيج موم لما تنزل راح يكون الالت خرافي مش ممكن يعني زي هذه الالتيمت راح تكون كاتسين يعني اخرى. سو اتمنى يكون يعني ميهوك والبيج موم شخصيات خيالية من ناحية الالتيميت. راح نشوف للحين
مبارزة تاع بي في بي لبارتولوميو. يس ونسى عنها. اوكي هذا سبام. مش مش هذا مشكلة والله في البي في بي مشكلة سبام. الناس اللي بتعمل سبام اوف شانشا. شو الكلبي منين ضربك؟ شو الكلبي من بعيد من قريب من فوق من تحت؟ بيحبسه. وات كيف راح تعمل وات كيف راح تعمل دوج لهذا السكيل السيكندري سكيل نتاعه؟ ونسيت ما ورجونا يعني السيكندري سكيلز الاخرى تاع بارتولوميو. وات وحتى الحركة متاعو سريعة كتير. لازم يعني التايمين لما بيلوح يعني البومب متاعو المتفجرات متاعو لازم تعمل دوج في التوقيت المناسب. شو الكلبي من المدرب؟ والكلبي شو الكلبي شو؟ والله ترول والله ترول. لما يعني السكندري سكيلز متاعه بتكون يعني حطها في الارينا وانت وسطها ما تقدر تخرج منها، ما تقدر تعمل دوج، ما تقدر تعمل ولا حاجة. اظن يعني هذا كل شيء لهذا الفيديو. يعني شفنا السكيلات نتاعه وكما تشوفون سكيلات خرافية من ناحية الانيميشن، من ناحية الافكت نتاعهم، من ناحية يعني السرعة نتاعهم، من ناحية يعني كتير سكيلات موجودين عنده. ويعني شخصية مضحكة كما تعرفون بارتولوميو، صوته وافعاله كتير بتضحك، وراح يكون شخصية حلوة كتير اللي الناس اللي بتحاول يعني عايزة شخصية من الشخصيات اللي من الشخصية الصفراء وعايز شخصية صفراء ممكن يروح على بارتولوميو. إذا ما عايز وبتتسنى يعني الشخصية القادمة، والشخصية القادمة راح تكون شخصية كاروتو، راح نتحدث عليها في وقت آخر لأنه يعني شخصية رهيبة جدا، راح نخليها في على فيديو آخر. هذا كل شيء. الفيديو القادم راح نتكلم على مي هوك وعلى أشياء تخصه، ويكون انتهينا من الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، يعني لا تنسوا لايك وشكرا على السيبورت، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. بيس.